احنا معانا دلوقتي على التليفون من الولايات المتحدة الأمريكية، من واشنطن، من مقر صندوق النقد الدولي، الأستاذ جهاد أزعور، وهو مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ جهاد. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهاردة يوم تاريخي فيما ارتبط بالاتفاقية اللي تمت ما بين الصندوق وما بين الجانب المصري. النهاردة المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على المنح الخاص بالدفعة الأخيرة من اتفاقية الـ 12 مليار دولار. اللحظة اللي احنا موجودين فيها دي، حضراتكم كيف تقيمون هذا البرنامج؟ كيف تنظرون إلى هذا البرنامج في يومه الأخير؟ الواقع هو ليس اليوم الأخير، إنما هو الشريحة الأخيرة. الشريحة الأخيرة. الأخير هو بنوفمبر من هذا العام. أي. الشريحة الأخيرة اللي هي بتشكل مليارين دولار، تضاف إلى 10 مليار اللي تم إفراجهم بالسابق من خلال شرائح البرنامج. بالواقع اليوم نحن من خلال المراجعة الأخيرة نرى أنه ليس فقط تم تحرير مبالغ إضافية لدعم الاقتصاد المصري، إنما أيضا أنجزت مصر من خلال هذه البرامج، من خلال هذا البرنامج، مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت بمواجهة التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه مصر في عام 2016، والتي تمثلت بارتفاع مستوى العجز التجاري والعجز بمالية الحكومة، وتمكنت مصر من خلال الإصلاحات بتحسين هذه المؤشرات والتحول إلى استقرار اقتصادي ومالي. مؤشراته عديدة، منها ارتفاع مستوى النمو الذي فاق على السنوات الثلاثة الماضية 5%، تراجع معدلات البطالة التي تراجعت تدريجيا ووصلت إلى حوالي 8% من القوى العاملة، والتحسن في ميزانية الحكومة مع فائض أولي 2% للموازنة لهذا العام والعام المقبل. أي. بالإضافة إلى ارتفاع بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي. حضرتك اتكلمت في بداية إجابتك حالا بأنه اليوم هو صرف الجزء الأخير، لكن هذا البرنامج ينتهي في نوفمبر 19، في نوفمبر من هذا العام. إيه هو اللي ناقص؟ ما هو المتبقي؟ لا، كل شيء تم. هو البرنامج وضع على 3 سنوات، إنما المراجعة الأخيرة تمت وعبرت عن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي مكنت مصر من ليس فقط من الحصول على الشريحة، إنما من تحقيق استقرار اقتصادي ومالي وتحسن تدريجي للاقتصاد المصري. طيب، في بداية هذا في بداية هذه النوعية من البرامج عموما، من الممكن أنه حضرتك على من جانب صندوق النقد يكون عندكم توقع مثلا سيكون النجاح بنسبة 70%، 80%، 90% عند انتهاء أو عند الوصول إلى المراحل الأخيرة كما نتحدث الآن. ما هو تقييمكم؟ هل وصلنا؟ ما هي نسبة النجاح في تطبيق هذا البرنامج أو تحقيق أهدافه؟ بالحقيقة البرنامج وضع هدفين أساسيين. الهدف الأول هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع القيام بإصلاحات هيكلية لإعادة تنشيط الاقتصاد وجعله أكثر تمكينا ومن خلال خلق فرص العمل. والهدف الثاني هو تخفيف أعباء المجهود الإصلاحي على الفئات الأكثر ضعفا. الهدفين تم تقدم فيهم بدرجة كبيرة، والنجاح يعود إلى من جهة قيام مصر بتنفيذ هذا البرنامج ودعم الشعب المصري لهذه الإجراءات التي مكنت مصر من الحصول ليس فقط على الدعم المالي الذي قدمه الصندوق، إنما أيضا دعم مالي من الجهات والمؤسسات الدولية أخرى، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية من قبل المستثمرين من القطاع الخاص، حيث عادت مصر لتستقطب أكثر التدفقات الرأسمالية والاستثمارات من قبل المستثمرين الخارجيين.
ايه اهم القرارات في تقدير حضرتك اللي هي كانت القرارات الصعبه او الاشد صعوبه على امتداد هذا البرنامج وتطبيقه؟ هل هو بالنسبه يعني بالنسبه للمصري العادي كان ما يرتبط باسعار الطاقه او تحرير سعر الصرف تماما؟ صحيح، بس بالمقابل قامت حكومة بمجموعة من الإجراءات مثل توسيع برنامج التكافل والكرامة الذي شمل حوالي 10 مليون مصري استفادوا منه، ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي قامت فيها الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء على الشرائح الأكثر ضعفا والفئات المهمشة. إنما ما في شك أنه بعام 2016 عند بدء أو إطلاق البرنامج قامت الحكومة والشعب المصري بمجهود كبير لتحقيق هذه الأهداف، العودة إلى الاستقرار الاقتصادي اللي هو مدخل لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ليؤمن فرص العمل للشباب المصري، من عودة ثقة من قبل المواطنين والمودعين والمستثمرين لمستقبل الاقتصاد المصري، وهذا ما نشهده حاليا حيث نشهد تحسن بقطاعات أساسية مثل السياحة مثل التصدير، حيث نشهد حركة أكبر من الاستثمارات بقطاع منتجي في مصر، ونشهد عودة مصر كأحدى الأسواق الناشئة الأكثر استقطابا حاليا. وعلى المستوى الاقتصادي ما هو القرار الذي يتبقى لمصر أن تقوم به، الذي ترى أو يرى صندوق النقد أنه على مصر أن تقوم به في المرحلة القادمة؟ الحقيقة يعني الحكومة المصرية والإدارة المصرية ملتزمة بعملية تطوير الاقتصاد، أعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية لتمكين الفئات الأكثر ضعفا، وأعطاء دعم للذين هم دون خط الفقر، وهذه هي الأوليات للمرحلة المقبلة. أيضا الأهم بالمرحلة المقبلة هو المحافظة وتعزيز الاستقرار التي كان له كلفة عالية بالمرحلة الماضية، المحافظة عليه كمدخل أساسي لتمكين الاقتصاد من خلق فرص عمل، المحافظة على مستويات من التضخم المنخفضة، وأيضا أعطاء ثقة أكثر للاقتصاد المصري وللشباب المصري للنهوض. الهدف الثاني هو الاستمرار، أو الأولوية الثانية الاستمرار بالإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين حياة المواطن المصري، وبالحقيقة هون عملية خلق فرص العمل هي المدخل الأول، توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية، وتعزيز بنية الاقتصاد المصري ليكون أكثر أقل تأثرا بأي اهتزازات اقتصادية عالمية، وتمكينه من الاستمرار بالنمو ليخلق فرص عمل اليوم بحاجة لها الاقتصاد المصري يعني وبحاجة لها. يعني ما اللي حضرتك بتقوله أنه فكرة استقرار الوضع أو الحفاظ على نجاح ما حدث هو بفتح فرص عمل، ده اللي حضرتك بتكلم عنه، ده التحدي الأهم لتحقيق الاستمرارية. بالحقيقة هو الهدف الأساسي، الهدف الأساسي لهالبرنامج الاقتصادي اللي وضعته الحكومة المصرية ونفذه الشعب المصري ودعمته مؤسسات عديدة منها صندوق النقد، يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال الخطوة الأولى هي الاستقرار، الخطوة الثانية إعادة تنشيط الاقتصاد، والخطوات المتتالية هي تعميق الإصلاحات الهيكلية اللي بتأمن إمكانية أكثر لخلق فرص العمل، اللي بتعزز أنظمة الحماية الاجتماعية، اللي بتأمن تغطية اجتماعية أكبر، واللي بتجعل الاقتصاد المصري يستفيد من الطاقات الشابة اللي هي موجودة فيه. عايز أسأل حضرتك في المراحل اللي بعد انتهاء هذه البرامج، العلاقة ما بين الدول وفي هذه الحالة مصر وصندوق النقد كيف تكون؟ كان هناك تصريحات بأنه ربما يكون هناك تعاون بعد ذلك، يعني إيه تعاون بعيدا عن الاتفاق المالي؟ يعني ترددت تصريحات على مستويات رسمية بأنه ما فيش اتفاقيات مالية جديدة لكن في اتفاقيات بخصوص تعاون واستشارات، يعني إيه؟ بالواقع التعاون قائم ومستمر، التعاون له عدة أوجه، في تعاون عم يتم ومستمر بموضوع الدعم التقني لتمكين الحكومة المصرية والإدارات المصرية من تسريع عملية الإصلاح. الدعم من خلال المشاورة اللي هي بتتم عادة بعد انتهاء البرامج، ما يسمى
كوست بروجرام مونيتورينج، وإذا أرادت الحكومة المصرية الاستمرار بأي نوع من التعاون الآخر، الصندوق على استعداد. الشراكة بين الصندوق ومصر شراكة قائمة ومستمرة. هناك علاقة جيدة جدا بين الصندوق وموظفين الصندوق والإدارة الصندوق مع الحكومة المصرية والإدارات المصرية، وهذا التعاون كان هو أحد العناصر الأساسية بإنجاح البرنامج. إنما العنصر الأساسي الأول بإنجاح أي خطة اقتصادية هي الإرادة، وإرادة المصرية كانت بهذا المجال هي الدافع الأول، ودعم الشعب المصري لعملية الإصلاح كان هو له دور. كويس، يعني حضرتك بتقول دلوقتي إنه الدعم ده هيبقى على مستوى الإدارة والنصيحة والمشورة المتخصصة، لكن لا يوجد أي خطط فيما يرتبط بقروض جديدة مثلا. هيدا بيتعلق بالحكومة المصرية، لأنه هيدا موضوع هي بتقرره إذا بدها تستمر ببرامج مع دعم تمويلي أو لا. هيدا قرار سيادي للحكومة المصرية. يعني هو هل من الممكن للجانب المصري أن يطلب قرض مرة أخرى؟ بالطبع مثل ما صار للمرحلة الماضية تقدر الحكومة تطلب، إنما العلاقة ليست مرتبطة فقط. ويحدد الصندوق إذا كان يقبل أم لا؟ نحن في علاقة تلك بإرجع حدد العلاقة، هي علاقة قائمة على عدة مسارات، من الدعم التقني، من المشورة المستمرة. وإذا الحكومة المصرية عندها نية بالاستمرار من خلال برنامج له بعد تمويلي، ممكن دراسة هذا الموضوع. ولم يتم نقاش حتى هذه اللحظة على هذه المرحلة أو على هذا المستوى. نحن عملنا بالخطوات اللي حاليا نحن موجودين فيها. نحن حاليا بعدنا كنا عم نقوم بالمراجعة الأخيرة اللي اليوم مجلس إدارة الصندوق أقرها، وبعد البرنامج قائم لحوالي شهرين من الآن، 3 أشهر من الآن، كما هو عادة بكل البرامج. إنما العلاقة لم تنقطع، العلاقة مستمرة، والعلاقة يعني إلى أول حديدة، والعلاقة جيدة جدا اليوم بين الحكومة المصرية وإدارة. حضرتك اتكلمت عن تحسين مستويات الاقتصاد ومؤشراته بشكل كامل، حضرتك اتكلمت عن المظلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. أنا عايز أسأل حضرتك، لأنه دائماً الخبراء يتحدثون عن المؤشر الاقتصادي ويتحدث المصري العادي عن حياته اليومية، والسؤال دائماً هو سيدي متى تظهر نتائج هذا البرنامج بالنسبة لحياة المصري العادي اليومية؟ سيدي الإصلاح هي عملية مستمرة مسار لا يمكن أن يتوقف، يأخذ عدة أوجه وعدة مراحل بحسب الأولويات. الأولوية بالمرحلة الماضية يعني وضع البرنامج كانت كخطوة أولى عودة إلى الاستقرار من خلال معالجة بعض المشاكل الأساسية، منها موضوع ميزان المدفوعات وموضوع العجز بالموازنة الدولية. المرحلة الثانية كانت من خلال إصلاحات بتعزز دور القطاع الخاص وبترفع من قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص العمل، وهذا عم يتم تدريجيا. جزء منها كمان كان من خلال تخفيض مستوى التضخم اللي هو الضريبة الأقل عدالة، لأنه هي تضرب كل المواطنين بذات الطريقة. المرحلة اللي كانت بنهاية البرنامج هي من خلال إصلاحات هيكلية كإعادة نظر بأنظمة استقطاب الاستثمار والتنافسية، من خلال إصلاح نظام توزيع الأراضي لتعزيز إمكانية الاستثمار بالقطاعات المنتجة وغيرها. طيب. إنما الإصلاح مستمر، لأن الاقتصاد المصري بحاجة إلى عملية تحول، أن يكون للقطاع الخاص الدور الريادي فيه، ليكون هناك ليس فقط منظومة حماية اجتماعية تحمي الأكثر ضعفا من الفقراء، إنما أيضا تعطي للطبقة الوسطى ما تحتاج وتصبو إليه من تغطية اجتماعية وراحة اجتماعية. طيب عندما تذكر كلمة الاستقرار، وحضرتك ذكرتها أكثر من مرة فيما ارتبط أنها هدف أساسي فيما ارتبط بالاستقرار الاقتصادي، هل الاستقرار الاقتصادي يعني استقرار العملة المحلية؟ نحن نشهد استقرارا للعملة المصرية وتقدما وأداء جيد على مدى الفترة اللي فاتت في ارتفاع
قيمة الجنيه المصري. هل دي مرحلة حضراتكم تشوفوها هي المرحلة المعتادة بعد أو في نهاية هذه البرامج؟ يعني هل نتوقع استقرار هذه العملة كنتيجة لنجاح هذا البرنامج؟ بالحقيقة العملة المصرية يحدد سعرها من خلال العرض والطلب، وهذا موضوع الأسواق هي اللي بتحدد. إنما الاستقرار الاقتصادي هو من خلال مستوى من التضخم المنخفض، وهذا اللي شاهدناه خلال المرحلة الماضية، والمتوقع أن نكون في مستوى ما بين 10% هو من خلال تخفيض عجز الموازنة وتقليص مستوى الدين إلى الناتج المحلي، هو من خلال ميزان تجاري وحساب جاري متوازن، هو من خلال مؤشرات بما يتعلق يعني بسبب النجاح في هذه الأمور استقرت العملة المصرية أو يعني بسبب النجاح في هذه الأمور اللي حضرتك كلمت عنها، نجحت العملة المصرية في استعادة جزء من قيمتها كنتيجة لهذا البرنامج؟ برجع بقول لك الاستقرار الاقتصادي يحدد بالمؤشرات الاقتصادية الأساسية اللي هي مستوى النمو، مستوى التضخم، وضع ميزان المدفوعات، وضع الموازنة الدولية. وهذا كل مؤشرات هي بتحدد ما يسمى الاستقرار الاقتصادي. وهذه المؤشرات الاقتصادية شفناها خلال المرحلة الماضية تحسنت بطريقة تدريجية وبطريقة مستمرة. المصري العادي بقى عارف كلمة التضخم، ما كانش بيعرفها قبل كده أو يتابعها جيدا، لكن مع ما حدث من تضخم ثم تحسن في مستوياته أو يعني محاولة التعامل معاه وتحجيمه، هل تتوقعون أنه الاحتفاظ بهذه القدرة على تحجيم نسبة التضخم في المرحلة الجاية؟ هو أحد الأحداث اللي وضعت بالسياسة الاقتصادية، وتمكنت السلطات المصرية وخاصة البنك المركزي من خلال الإدارة السياسة المالية بتخفيض التركيز لمستويات التضخم. نذكر أنه بمطلع 2013 وصل معدل التضخم إلى ما يفوق 30%، وتدريجيا انخفض مستوى التضخم، ومن المتوقع قبل نهاية هذا العام أن يكون أقل من 10%. مستوى أداء الإدارة بالسياسة المالية لعب دور أساسي التمكين من لجم ومعالجة مشكلة التضخم بطريقة سريعة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جهاد أزعور، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الصغرى في صندوق النقد، صاحب المنصب الأكبر المرتبط بالتعامل مع الاتفاقية اللي تمت ما بين الجانبين، ما بين صندوق النقد وما بين الجانب المصري، زي ما سمعتوا حضراتكم ما يرتبط بنجاح الجانب المصري في تطبيق البرنامج اللي تم الاتفاق عليه، وإنه البرنامج ده ينتهي بشكل كامل في شهر نوفمبر اللي جاي، مع بقاء العلاقة زي ما قال الأستاذ جهاد، بقاء العلاقة على مستوى التعاون، على مستوى الاستشارات، على مستوى المعونة، وحتى احتفاظ الجانب المصري بحقه في إذا كان هناك برنامج آخر أو طلب أي نوع من القروض التانية.